هل هي مناورة من الشيوعي لرفع مطالب مواكب 19 ديسمبر أو موكب 19 ديسمبر القادم؟ دعينا نحلل حديث سكرتير الحزب الشيوعي. نعم. عندما يتحدث أن هناك أشخاص داخل قحط لديهم اتصالات بسفارات أجنبية، ماذا ينتظر ليخفي أسماءهم؟ ماذا يضير أن يعلم الشعب السوداني أن أكثر من الناس التغى بكده؟ وهل اللغاء بالأجانب يعتبر عمالة؟ هل مسألة أنه في تحالف سياسي بيقود دولة لا يسمح له باللغاء بالسفارات الأجنبية والتعامل معها، وخصوصا أن السودان بيمر بظروف سيئة، بالتالي إلغاء الاتهام على عواهنه دون إظهار أسماء يعني بيصبح غير ذو قيمة. لو كان أشار إلى أسماء محددة كان ممكن الأمر يتم تداركه وتوجيه الاتهام. الأمر الثاني، ادعاء السيد السكرتير أنه التوقيع على الوثيقة الدستورية انتكاسة تاريخية. أستغرب في هذا الحديث، والحزب الشيوعي كان عضوا وكان لديه مفوض وممثل داخل اللجنة، لجنة التفاوض مع المكون العسكري، وحتى توقيع الوثيقة الدستورية والاجتماعات التي تتم، وكان يسهر جراءها الصحفيين في فندق كورنسيا ينتظرون حتى ساعة الفجر الأولى، كان موجود ممثل الحزب الشيوعي المهندس صديق يوسف، العم صديق يوسف، نسأل له الله الدعوات بالشفاء، وقد قام بإجراء عملية عيون أمس. لكن المسألة دي غرابتها أنه يعلن أنها انتكاسة تاريخية، وكان عضو الغيادة تحت الحزب موجود لغاية آخر لحظة، بالتالي المسألة لا تمر على الناس. ومسألة أنه الرهان على ذاكرة السمكة، كأن الناس تنسى ولا تتذكر، دي مسألة غريبة. عودة إلى سؤالك حول مزايدة الحزب الشيوعي أو عدم مزايدته ليستفيد مناورة من الشيوعي لرفع مطالب. نعم، مواكب هو 19 ديسمبر القادم. هي فعلا رفع المطالب بتاعة الحزب الشيوعي، هو الحزب الوحيد الذي أعلن حتى الآن أنه يتبنى الدعوات إلى الخروج إلى 19 ديسمبر، وقدم عدد من المطالب. غد لا يتفق معه كثير من الناس عندما يتحدثوا عن إسقاط الحكومة وتزق الثالث وغيره بدون بدائل، خصوصا أن السودانيين جربوا البدائل دي يعني منذ 19 ديسمبر الثورة، ونحن بنجرب أحزابنا السياسية بتقوم وتقع وتمشي، ولكن ده المكون المدني اللي بنراهن عليه للخروج بالسودان من في الفترة الانتقالية من دولة الحزب الواحد إلى صندوق الانتخابات. يعني الحديث حول أو عن تحالفات داخلية خارجية ليس جديد، هل هي فعلا موجودة؟ وإذا كانت موجودة أين تتجلى فعلا وكيف تدار؟ القوى السياسية السودانية، يعني السؤال عن القوى السياسية السودانية. نعم، أين؟ لديها عديد من التحالفات أصلا باعتبار حاضنة سياسية للدولة للفترة الانتقالية. في هذه الفترة لديها علاقات مع الدول، علاقات مع دول صديقة وشقيقة، ويعني كمثال شركاء السودان وأصدقاء السودان وكيتام هاوس وكل هذه المجموعات. العلاقات دي أمثلة للعلاقات المستمرة ما بين الحاضنة السياسية وما بين دول العالم، أصلا لم تنقطع. نعم. طب عمليا هل يستطيع السودان الخروج من عن هذه التحالفات الإقليمية إذا استندنا للمقولة الشهيرة من لا يملك قوته؟ يعني من الصعوبة بما كان، خلينا نقول إنه حتى المحاور الإقليمية تحديدا نخط تحتها خطين، حاولت إنه تجهض الثورة السودانية في فترات كثيرة. الأزمات التي يعيشها الشعب السوداني ما هي جراء محاولات تركيعه من قبل المحاور الإقليمية، إعادة بواخر المواشي التي تصدر، طائرات اللحوم المجمدة التي تعاد، ده كله في إطار محاولات إجهاض الثورة السودانية بلغاياتها في الديمقراطية وفي الانتخابات وفي غيره. لكن السودان افترع طريق آخر، قرر في وقت من الأوقات أنه لا يتعامل عبر الوكلاء في المنطقة، بل يتعامل
مع الذي يلغي إليهم الأوامر، وهنا أشير إلى واشنطن والبيت الأبيض الأمريكي ولغى عنتبي في مايو، المحادثة الرباعية الشهيرة قبل حوالي شهرين، رفع اسم السودان، دي كلها إجراءات لينعتق السودان من المحاور الإقليمية ويتعامل مع الذي يعطيهم الأوامر مباشرة. نعم، أخيرا توقعاتك ورؤيتك لمواكب 19 ديسمبر. مواكب 19 ديسمبر بتأتي في ظرف صحي سيء جدا جدا، لكن الشعب السوداني عودنا ولجان مقاومتنا وشبابنا إنهم من الوعي بما كان في فترات كثيرة. سلمية المواكب بتاعت الثورة السودانية يجب أن لا يحيدوا عنها، يجب زي ما ذكرنا عشان الوضع الصحي يتواصوا بالكمامات بالتباعد الاجتماعي بغيره. المواكب نفسها مهمة، أنا ما بفتكر بالسوء رغم أنه ما حأخرج فيها، لكن بتأتي في وقت يحتاج المكون المدني في الحكومة إلى أن يستند على جماهيره، يستند على شعبته، يستند على أبنائه للعبور بالوطن.